نجح مجلس التنمية الاقتصادية في استقطاب 40 شركة عالمية أعلنت رغبتها في الاستثمار داخل البحرين خلال العام 2016، حيث تبلغ قيمة تلك الاستثمارات ما يزيد على 106 ملايين دينار بحريني، تعد بتوفير 1600 بل تعد بتوفير 1647 فرصة عمل في سوق المملكة خلال السنوات الثلاث القادمة. للتوسع أكثر حول جوانب هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية السيد خالد الرميحي. سيد خالد، أهلا بك، وما هي الأسباب التي تقف وراء مضاعفة حجم الاستثمارات في مملكة البحرين؟ أولا مساء الخير، وأحب أشكر تلفزيون البحرين على استضافتي في البرنامج. أولا توضيح أن الحجم الاستثمارات اللي ذكرت هي الاستثمارات اللي أتت من خلال مجلس التنمية الاقتصادية، وليس تمثل حجم الاستثمارات بالشامل اللي دخل في مملكة البحرين. ويمكن لو احنا يعني ننظر إلى أسباب ضعف حجم الاستثمارات اللي شهدناه في 2016، يرجع إلى أولا إلى عقد من الإصلاح الاقتصادي اللي مرت فيه البحرين في السنوات السابقة، ويعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد البحريني، وأيضا يعكس العمل المشترك بين المجلس والجهات الحكومية في توفير بيئة استثمارية محفزة وداعمة للمستثمرين. لكن إذا بغيت أخلص الأسباب، السبب الأولي اللي ممكن نركز عليه هو في ترويجنا وفي تركيزنا على استقطاب الاستثمارات، حددنا قطاعات معينة اللي هي تتمثل في قطاع الصناعة، قطاع اللوجستي، قطاع الخدمات المالية، السياحة والترفيه، وقطاع التكنولوجيا ومعلومات الاتصال، اللي بينا للمستثمرين يعني مدى تنافسية البحرين في هذه القطاعات. نعم. فكان وصولنا إلى المستثمر مستهدف، وأيضا في التركيز على قطاعات معينة. ثاني عامل ممكن أركز عليه وهو أيضا تركيزنا على السوق السعودي. فإحنا إذا ننظر إلى حجم الاستثمارات اللي نجحنا في استقطابها في سنة 2016، تقريبا 45% أتتنا من سوق المملكة العربية السعودية. فإحنا ركزنا أيضا على البلدان الجوار، وهذه ساعدنا على في زيادة وتر الاستثمارات اللي أتت للبحرين في خلال العام السابق. نعم أستاذ، كيف للباحثين عن عمل من البحرين الاستفادة من هذه الفرص التي سوف تخلق في الاقتصاد البحريني؟ طبعا يهمنا في مجلس التنمية أن نستقطب الاستثمارات وخلق فرص العمل، هذه هدفنا الرئيسي من وراء استقطاب هذه الاستثمارات. بس الشركات اللي تحدثنا عليها يعني احنا يعني ننظر إلى هي بتوفر تقريبا 1650 فرصة عمل في البحرين على مدى ثلاث سنوات القادمة، واحنا نعلن اسماء هذه الشركات. فاي باحث عن عمل قادر على يعني قادر على التواصل مع هالشركات مباشره الى وجود فرص العمل الموجوده. واحنا كما تعلمون فان المملكه يعني حريصه على تحفيز الشركات لتوظيف البحرينيين والاستفاده من المؤهلات والكفاءات المحليه، يعني ونشير الى تمكين مثلا والحوافز اللي تقدمها تمكين للشركات في توظيف البحرينيين. نعم. إذن أستاذ خالد، إذن أستاذ خالد الرميحي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف.